بطبيعة الحال حنا كنعيشو واحد المرحلة صعبة في الحياة ديالنا، يعني سواء الوطنية أو العالمية، وهذه حالة اللي هي جديدة علينا بزاف. كيفاش يعني كل شيء خصو يجلس في الدار ديالو وما يخرج من المنزل ديالو إلا للضروريات. خصنا نشوفوا هذه المسألة ماشي بالعين ديال أننا رحنا مسجونين في ديورنا، ولكن كشركاء يعني للطاقم الطبي للقضاء على هذا الوباء. إذن كيخصنا نعرفوا بلي وحنا جالسين في دارنا رحنا كنساعدوا وكنشتغلوا وكنخدموا وكنأديوا واحد الواجب يعني وطني وإنساني للقضاء على هذا الوباء. إذن هذا في الواقع ما كيخصوش يخوفنا أو يقلقنا، وكيخصنا نفسروا للأطفال ديالنا بالخصوص أنه إلا هما ما يمكن ليهمش يخرجوا، لأنهم عندهم واحد الدور كبير يعني أنهم كيشتغلوا داخل المنزل وكيساعدوا يعني الطاقم الطبي والسلطات على القضاء على هذا الوباء. إذن بالعكس احنا ماشي في السجن، ولكن كيخصنا نشوفوا راسنا مفتخرين بهذا القيام بهذا الواجب اللي هو يعني وطني وإنساني. لذلك كيخص اليوم في المنزل أو البرنامج المنزلي خصو يتغير بواحد الشكل كبير. مثلا ما نبقاوش بالبيجامات ديالنا جالسين النهار كله، ولكن ملي نوضو في الصباح مثلا نبدلو حوايجنا، نلبسو حوايجنا كأننا غادي نخرجو نمشيو نخدمو على برا. هذا كيخلينا كينقص من الحدة ديال القلق ديالنا. مثلا وسائل التواصل الاجتماعي انا كنفضل اننا نبطلو منها، اننا ما نبقاوش نشوفو الواتساب يعني كل ساعة المكانة، ونكونوا يعني داركين بان واحد الاخبار مزيفه كثيره يعني كتروج في وسائل ديال التواصل الاجتماعي، وكيخصنا ناخذ منها حذر انه كل ما كيتقال راه كذوب وماشي بصح، ويعني ولا الحقيقه الا بغينا نعرفوها وشنو فين رحنا واصلين من هذه الناحيه الوباء، وشنو هو الدور ديالنا اللي خصنا نقومو به وحنا داخل المنزل، هو يعني اللجوء الى مثلا الى الصحف الالكترونيه او الى الاخبار يعني الرسميه ديال الاذاعات الوطنيه. تما قلت لك ناخذ الاخبار، من غير هاد الاخبار الكل هو زائف، كل ما بعدنا منه كل ما غادي تنقص ديك الحده ديال القلق او ديال الخوف من هذا المرض. وكيخصنا نكونوا ميقنين انه اذا شاركنا كاملين في هذه العمليه ديال محاربه هذا الوباء، يعني بالجلوس في المنزل، بغسل اليدين، يعني الانسان بالنظافه وفي احترام كل التوصيات ديال وزاره الصحه، خصنا نكونوا عارفين بلي راحنا كنشاركوا بواحد المهمه كبيره، لان من غيرنا حنايا ما غادي يمكن ليناش نقضيو على هذا الوباء. راه الطبيب بوحدو ما غادي يقضيش عليه، العلم بوحدو ما غادي يقضيش عليه، ولكن حنايا وفي المنازل ديالنا كنشاركوا واحد المشاركه كبيره، وعند كنأديو واحد الواجب كبير للانسانيه للقضاء على هذا المرض. اذن علاش غادي نخافوا وحنايا كنشتغلوا وكنحاربوا؟ اذن بالعكس نكونوا يعني فرحانين بالذات ديالنا. اضافه الى هذا يعني كيخصنا نعيطوا للعائلات ديالنا، الوالدين ديالنا اللي وصلوا شي خبر زائف نطمئنوا، وكل ما حاولنا انه هو يعني نستعملوا داك لسان الشفقه مع يعني العائلات ديالنا، ونحاولوا انه نزرعوا فيهم الاطمئنان، راه كينعكس علينا حتى حنايا هذاك الاطمئنان، وكنرجعوا نحسوا بالاطمئنان وان هذه المرحله او هذه الازمه يعني راها غادي تدوز. يعني الازمه ما هي الا تطور من حاله الى حاله والى حاله اللي هي تكون افضل. اضافه على هذا يعني نخلقوا انشطه
منزلية مثلا مع الوليدات ديالنا، يمكن ندخلوا للكوزينة جميع ونطبخوا جميع، يمكن لنا نرسموا جميع، يمكن لنا نتعاودوا النكات، يمكن لنا نتعاودوا قصص، يمكن لنا نختاروا واحد الكتاب نقراوه بشكل جماعي، يعني كل واحد يقرا صفحة أو جوج ويبقى ذاك الكتاب كيدور في الوسط ديال العائلة. يعني كاين بزاف ديال الأنشطة اللي يمكننا نخترعوها داخل المنزل بدون الاحتياج الى الخروج خارج المنزل، وهكا كنكونو عمرنا الوقت ديالنا. وكل ما عمرنا الوقت ديالنا باشياء جدية الا وديك الحدة ديال القلق وديال الخوف كتنقص شيئا فشيئا.